السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا شيخ أنا كنت اتصلت من شوية بس حضرتك قفلت بسرعة. هو أنا كان عندي سؤالين بس يعني فاضل يعني. السؤال الأول هو أنا إيه أفضل كتاب للتفسير ممكن نستدل بيه على تفسير القرآن؟ على حسب حالك، على حسب حالك وقدراتك. يعني إزاي؟ يعني لو أنت يعني شاب ناضج ننصحك بتفاسير معينة، لو أنت مبتدئ لك تفاسير معينة. يعني أنا مش مبتدئ، يعني مثلا كنت بحفظ القرآن مثلا من 8 سنين ووقفت، بس يعني مش لو مبتدئ أوي. أنصحك في مختصر تفسير ابن كثير الصحيح. تمام.